السلام عليكم، معكم مودي حواتي. هتكلم دلوقتي عن التاكسيات في أوروبا وإيه الفرق اللي بينها، وإن شاء الله يجي علينا في يوم يبقى فيه مميزات زي كده وخدمة عالية. لو هنتكلم مثلا، لو أوروبا التاكسيات مش واحد، مش كلها واحد. لو في لندن أنت ممكن توقف في الشارع وتشاور لتاكسي، لكن في بولندا صعب، لازم تتصل بالتاكسي عشان يجيلك لغاية عندك. وطبعا عشان تتصل معنى كده إن بيبقى فيه شركات ويبقى فيه منافسات، فعايزين نكتبها وعايزين نقولها بسرعة كده إيه الفرق ما بين الشركات دي في صورة نقاط. رقم واحد، لو التاكسي قال لك هيجي لك بعد 5 دقايق او 10 دقايق، انت بتتصل بيه بيعرف فين مكانك. لو قال لك هيجي لك بعد 5 دقايق او 10 دقايق، بيجي بعد 5 دقايق او 10 دقايق، بيجي لك في ميعاده. زائد لو انت في مكان بعيد، او هو لو انت خارج نطاقه، بيقول لك انا هتأخر عليك او انا اسف. رقم اتنين، بيبعت لك رسالة لو هو وصل، بيبعت لك رسالة ان هو وصل في المكان. لو انت ما شفتش الرسالة دي، بيبعتها لك تاني مرة واثنين وثلاثة. رقم ثلاثة، في الرسالة دي بيكون في رقم التاكسي اللي جاي لك، وبعض الأحيان مواصفات العربية، يعني هيجي لك مثلا عربية نيسان، عربية تويوتا، عربية بيكون لونها كذا، لأن التاكسيات هنا ملهاش لون واحد، بتختلف لونها، بيكون لونها كذا. مثلا يقول لك لونها سودا، مرسيدس مثلا، أو والأهم بيكون على العربية بره في رقم كبير، بيكون حاطط لك في الرسالة دي رقم العربية. وانت ممكن تقول ليه، طب ليه رقم العربية؟ عشان خاطر لو في واحد جنبك اتصل بنفس الشركة وعايز العربية دي تجيله وبعتوا له وجاتت عربية من نفس الشركة مثلا، فانتوا الاتنين ما تتخانقوش. انت في رسالتك مكتوب مواصفات العربية، ماركتها، لونها، زائد الرقم اللي موجود عليها من بره. رقم أربعة، والجميل هنا بحكم ان هي شركات، بتلاقي ان الشركات هنا بتتنافس. ساعات بتلاقي السواق جاي لك بيونيفورم، وساعات تلاقيه جاي لك بدلة كاملة او قميص وكرافتة او كلاسيك كامل. بتحس الموضوع اكبر، ان هو يعني مش سواقة، يعني بتحس ان الموضوع فيه شياكة لو انت رايح مكان. وطبعا بيتنافسوا في العربيات، في ماركاتها وفي نظافتها. رقم خمسة، أغلب السواقين هنا ما بينزلش عشان يفتح لك الشنطة، بس لو مثلا معاك شنط كتيرة ممكن ينزل لك، بيفتح لك الشنطة من جوه. أو لو مثلا واحدة بيفتح لك، ممكن ينزل يشيل لها الشنطة ويفتحها لها، لكن في الغالب إن هو من جوه ما بينزلش، ده بس ده عشان خاطر الجو هنا برد. رقم ستة، ودي من أهم الحاجات، بيبقى في كاميرا داخلية داخل التاكسي. ليه؟ يحفظ لك أنت حقوقك. لو نسيت حاجة، لو مثلا نسيت شنطة ولا أي حاجة ومشيت، الكاميرا دي مثلا بتحفظك أنت. مثلا لو واحدة مثلا، طبعا احنا عارفين المشاكل، الاعتداءات من سواقين التاكسي على الفتيات، وعشان كده عملوا بينك تاكسي. هنا طبعا مفيش الكلام ده، في كاميرا، بمجرد ما الكاميرا على طول ريكورد بتسجل. لو أنت نسيت حاجة وبلغت الشرطة، بيعرفوا، بيشوفوا التسجيل، ما يقدرش يفتحها. رقمك عنده، باللي أنت اتصلت بيه بيتصل بيك وبيجيب لك الشنطة لغاية عندك، وبيجيب لك الشنطه بتاعت عندك، وفي دليل ان هو ما فتحهاش. لو انت قلت لا فتحها، والله في كاميرا بتسجل، ما فيش اعتداءات مثلا ان هو ياخد يخش في مكان ضلمه معاه واحده يحاول يعتدي عليها، ما فيش الكلام ده كله، لانه ما يقدرش يمسح التسجيل لانه هو هيدين نفسه. فموضوع الكاميرا الداخليه دي، وبتكون حمايه لسواقين التاكسي نفسهم. يعني بعض الاحيان في ناس بتحاول، بتفكر 1000 مره، بيبقى في الكاميرا دي مش عارفين مكانها فين، او حتى معروف مكانها فين، ان انت في سرقه العربيه دي ولا حاجه، ان انت بيعتدوا على سواقين التاكسي نفسهم وبياخدوا منهم العربيات وكده. فالموضوع الكاميرا ده حماية ليك ولي. رقم سبعة، الشركات بتتحدى بعض، فبيبعت لك العربية الأشيك والأنظف والأحدث. ودلوقتي عشان خاطر الأوروبيين بيحبوا العربيات الصديقة للبيئة، العربيات الكهرباء، فالتحدي دلوقتي داخل إن أنت لو في شركة عندها عربيات كهرباء، الناس بتتصل بيها أكتر، من ضمن تحديات الشركات. رقم تمانية، جوه العربية بيكون في جي بي اس، عشان خاطر لما تيجي تركب العربية مثلا مع السواق وبتطلب منه طلب ان انت عايز تروح الحتة الفلانية، هو مش عارفها، على طول بيكتب على الجي بي اس، ما بيضيع لكش وقتك، ما بتفضلش يسأل ناس، ما بيفضلش يتصل بحد يقول له اروح ازاي امشي ازاي. الجي بي اس بيوري له، لا بيلف بيك ولا بيتوه ولا بيضيع لك وقتك، وعلى طول بيوديك للمكان، المكان اللي انت عايزه. رقم تسعة، ما بين العربيات الشركة الواحدة بيكون في لاسلكي، وده جميل خالص. يعني ان هما مش لاسلكي وبس، يعني غير الجي بي اس بيبقى في لاسلكي، وبيبقى في ابلكيشن. الابلكيشن مثلا انت اتصلت بالشركة، انا عايز مثلا انا في المول الفلاني، فهم عندهم السنتر، بيبقى عارفين فين عربياتهم، وبيبعتوا رسائل لبعض. وبنفس الوقت الابلكيشن ده بيبعت لك ليك انت رسائل، وبيبقى في بينهم اتصال ما بينهم وبين بعض لاسلكي، عشان الشركة نفسها ما تدفعش فلوس. ده بيبقى برضه جميل في كده، يعني ان في تواصل بينهم للسرعه وخدمه ليك انت اكتر. بيكون في الكاشير في التاكسي، كاشير تاكسي، كاشير بيكون في عشان يدي لك شيك غير العداد طبعا. يعني دلوقتي احنا عرفنا ان في ابلكيشن، وعرفنا ان في ابلكيشن هم بيتواصلوا بيه ببعض، حتى الابلكيشن ده لان هو موظف والشركه اللي مشغله عايزاه انت مشيت كام كيلو، بيحاسبوه على اساسه. وغير ان هو بيتواصلوا بيه ببعض وبيبعت لك بيه رسائل، بيبقى في كاشير برضه عشان يتحاسب بيه اخر اليوم،
انت ركبت كام زبون والحساب كام، وكل زبون لازم ياخد الشيك بتاعه والكاشير بتاعه، لان في جزء منها بيروح للضرايب، فالحكومه ما بتهزرش في موضوع الضرايب هنا، لان انت هتبني البلد بيها. فلازم عشان كل سواق تاكسي بياخد منك مبلغ لازم يديه لك، وانت لازم تاخد الشيك ده. لو ما خدش الشيك ده معنى كده ان هو ممكن يحط الفلوس في جيبه. وايه الدليل ان الدوله هتحاسبه ازاي ولا الشركه هتحاسبه ازاي؟ عشان كده حتى الناس عندهم هنا وعي ان انت لو ركبت تاكسي لازم تاخد الشيك بقى انت وماشي، الشيك بتاعك انت وماشي. لو انت اتصلت هنا بشركه غير، هنا في موقف للتاكسيات دايما بيبقى جنب المحطه، بيبقى طبعا قلنا مش هتعرف تشاور لو انت في الشارع، يا اما هتروح الموقف يا اما هتتصل. طب تتصل ازاي؟ انا مثلا غريب هنا مثلا، بتخش على النت وتكتب انا في البلد الفلانيه وعايز تاكسي، وبيدوا لك ارقام التاكسيات وانت بتتصل بيهم يجوا لك. طب لو انت لقيت نفسك جنب المحطه او لقيت موقف التاكسي، ثق تماما ان انت هتدفع اكتر. لو انت خدت العربيه من الموقف التاكسي من موقف التاكسيات وبيبقى في كذا شركه واقفين مع بعض، بيبقى انت تدفع اكتر. طب ليه ده؟ برضه بيزج الناس للتوعيه ان انتوا تتصلوا. لما الناس تتصل بيبقى اوفر للطاقه، واغلب العربيات هنا بتبقى يا اما كهرباء يا اما الديزل، اللي هي حاجات ايه ما يصرفوش في الطاقه. ما في زي عندنا تلاقي العربيه تلف وتفضل تحرق في بنزين عشان تاخد لها زبون ولا اتنين. لا، السيستم مريح واحسن بحيث ان هو يجبرك ان انت تتصل. لو اخدت مثلا بيبقى في فرق اغلى لو انت اخدت مثلا من الموقف، لكن لو اتصلت وهو جالك، هو جالك انت بتدفع اجل. ممكن نقول العربيات هنا الاسعار هنا بتختلف. اولا الاسعار التسعير ماشي هنا زي عندنا بالظبط، اللي هي ليه العدادات من فتح الباب، فتح الباب مثلا ليه رقم، وبعد كده كل كيلو بيتحط لك رقم. دي التسعيره اللي معروفه. هنا بقى في حاجات تانية تختلف. الصبح ارخص من بالليل، اليوم الاجازه اغلى من ايام الشغل. يعني انت مثلا في العادي لو من الصبح مثلا لغايه بعد الظهر اسعار التاكسيات بتبقى ايه ارخص، بالليل بتبقى اغلى شويه. لو جيت مثلا في يوم زي ايام الاجازه عندنا احنا يوم الجمعه، هنا بيبقى يوم الاحد، لو اتصلت حاولت تتصل بتاكسيات او حابب اعرف ان انت هتدفع زياده اكتر، معروفه. في الايام طبقا الاعياد والمناسبات اغلى، التاكسيات اغلى، لان بيبقوا السواقين برضو عايزين يحتفلوا وعايزين ياخدوا اجازات، فالعدد بيبقى قليل، فاللي بينزل عشان يشتغل يبقى من حقه ياخد اكتر من الناس دي، وده قانون ومعروف، وهنا كله عارف ان انت في الايام دي لو طلبت تاكسي هتدفع اكتر، بس المبلغ ما بيبقاش كبير خالص. وامتى تاني بتدفع اكتر؟ كل مدينه ليها تاكسياتها، كل مدينه ليها الشركات اللي فيها. لو خدت التاكسي ده وقلت له انت هتوديني القريه التانيه، يعني مثلا ان انت هتوديني للحته، لو انت في القاهره عايز تروح اكتوبر، لو انت في اسوان عايز تروح كومومبو او اي حته تانيه ابعد خارج نطاقه، اعرف ان انت هتدفع اكتر. عشان كده دايما بقول لك اتفق على السعر قبليه معاه، لان ده ما بيبقاش بيه عداد في اللحظه دي، ده بيبقى انت لا انا بره انت جوه المدينه انا معاك في العداد، لكن بره بيبقى فيه اتفاقات ولازم دايما طالما هو طلع بره نطاقه دايما انت بتدفع اكتر. يس هذا الابلكيشن، ده الابلكيشن عشان خاطر التواصل. تو ستو يس كاسا فيسكال. ده الكاشير يا اخوان. انت اسمك كارتو تو تاي؟ To jest do tego, że dla urzędu podatkowego, żeby... A, da rachunek. Tak. Da się rachunek, le? Jak się mówi? Sheet. Tu jest taksometr. A, udal addad. A tu jest? Czekaj. Aplikacja. To jest... Navigator. Navigacja. A, dużo, dużo ma. A to jest elektryczny samochód, tak? Elektryczny. Arabia jak ona kahraba. Arabia kahraba. A to masz do płacenia kart. A co to... Aha. Da, a się chatr... لا كارد، ده عشان خاطر لما تيجي تدفع بالفيزا. اتو يس موجه تو يس 62% دي البطاريه يا اخوانا بتاعت العربيه عند جونكو يا بارز. شكرا. دي وصلت، وايه هذه الفاتوره كمان 24. لو عجبك الفيديو سبسكرايب ولايك وشير.